مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا، مرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. بدينا لكم بهذيك الطاوله الجميله، ربي يجمل ايامي وايامكم وايام كامل ليكيب الرائعه اللي راهي لنهار اليوم. كما شفتوا طابله فيها حلو 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 كما يقولوا، ربي يحلي ايامنا وايامكم ان شاء الله يا ربي. اليوم ككل سبت ندير لكم شويه حلويات، راكم تعرفوا نبداو نخبيو شويه لي غوسات من دوكا للعيد الكبير ان شاء الله. لا كنا العيد الصغير عفوا، انا سوبريميت كاع لي زيتاب ورحت للعيد الكبير كاريمون. الوغ ان شاء الله ندوزو اوقات ممتعه لنهار اليوم. بيان سيغ الاوقات الممتعه ما تجوز بلا اتصالاتكم الرائعه والرقم الهاتفي اللي راهو يجوز تحت الشاشه. قبل ما نبداو الحصه ككل يوم نبداو بلي سبونسور ديالنا. عندنا سبونسور ايفروي لهنايا، لي جو تاعو هادو 100% ناتوريل بلي غو تاعو الاربعه جوبونس، كاين بوم رمان غيزا اورانج، سي تان جو 100% ناتوريل بزاف رائع. لا يصلح كعصير ولا للتحليات ديالكم. عندنا لي بيبي دو فروي تاع الزاد، لي كونسونطري دو فروي تاع الزاد، فوالا ادواقه الاربعه ولا الخمسه كاين ادواق. عندنا ثاني البقوليات تاع الزاد، لوغي الروز العدس اللوبيا. على ذكر اللوبيا من بعد نحكي لكم على اللوبيا ان شاء الله. فوالا او جول سيسول لو بان برجر تاع جول سيسول. وعندنا مارغارين ماني بيان سور لي رافقتنا طيله هذا البرنامج. فوالا بيان سور لا غام تاع امير كلين لنظافة هذا المطبخ لازمنا أمير كلين. ألوغ نبداو على بركة الله كما كنا مقبل نقولوا حلويات حلويات حلويات. اليوم حندير لكم غريبية بأنواعها، حنديروا غريبية الكاوكاو، غريبية البندق، وغريبية البيضة. الغريبية ديك تاعنا تاع القرفايتو كنا درناها في حصص سابقة، درتها لكم أنا، داروها لي شاف لي جازو من قبل. دونك اليوم حبيت ندير لكم ديفيرونت غريبية، يديروهم بزاف في الشرق هاد الغريبيات. نحاولوا نتعرفوا على الوصفه ونتعرفوا على التقاليد تاع هذوك هاد الوصفه. فوالا نوجه تحيه لكامل ليكيب، فاروق محمد الياس ايمان رضا في الصوت، وامير بودومي في الاخراج، امير الرائع في الاخراج، وبيان سور رضوان كسري في البلاطو، نسيمه مساعده شاف، وصبيحه لا ماكياج. فوالا وعبد القادر. فوالا عبد القادر دائما سابقته انسان رائع. فوالا نبداو على بركه الله. عندنا غريبية البندق، وعندنا غريبية الكاوكاو، وعندنا غريبية البيضة. أكوشتهم كامل في طاولة التقديم، ومن بعد نجيب لاسيت ونوري لكم أبوبخي لا ديفيرونس كامل لي فيهم. فوالا نبداو باش نبداو بغريبية الكاوكاو. فوالا طاولة التقديم راكو تشوفوا فيها، هاي مزينة الله الله. نبداو قلت لكم بغريبية الكاوكاو. شوفوا هما غريبية بخس كيف كيف كيما نقولوا، بصح كل وحدة باش تتميز. كاين وحده اللي نديروها بالسمن، كاين اللي نديروها بال فوالا. هذه اللي كتشوفوا فيها في الطاوله هي الغريبيه البيضاء قسنطينيه. فوالا بون انا نحب نقول جزائريه، ما نحب نقول لا فلان لا فلانه لا اكس لا شرق لا غرب، نحب نقول حلويات جزائريه باش ما نضربوش. انا نحب عالم تاع بلادي فوق هذوك الحلويات فقط. فوالا قلت لكم نبداو بغريبيه الكاوكاو. هي غريبيه قديمه وبزاف بنينه. نجيبو ان ريسيبيون، نعطيكم مقادير ديالها. مقاديرها بسيطه، شوفوا هي تقدروا ديروها كيما نقولوا زعما لوز ولا جوز ولا، بصح هاد الغريبيه شغل من نهار بدات يديروها بالكاوكاو سي ديغو، لكن صدقوني الذوق تاعها بالكاوكاو بزاف رائع. فوالا حنسحقوا لهنا ريسيبيون، نسحقوا الباتور. شوفوا انا عندي كميه قليله راني حنخدمها، راني حندير بالباتور، بصح الا حبيتو كميه كبيره ديرو بالبيتخا. كي تكون كميه الا ما عندكمش بيتخا بيان سور ديرو بالباتور، بصح كي تكون كميه كبيره واش نديرو؟ نديرو بالبيتخا قد ما تطلع هذيك الغريبيه في داك البيتخا، قد ما تجينا خفيفه وتجينا مرمله وتجينا بنينه. كاين اللي ما يحبوش الغريبيه يقول لك هذاك الكاطو جاني مرمل، هو الاساس تاع الغريبيه سي الترمال. فوالا لهنايا واش عندنا؟ عندنا كيله تاع سمن لهنايا تندار بالسمن، تحبوا ديرو بالمارغرين ومن بعد شويه نقول لكم كيفاش ديرو للمارغرين. عندنا لهنا كيله تاع السمنت، كيله ناقصه تاع سكر كلاص، سكر ارطب. فوالا وعندي لهنايا شوفوا 3 كيلات فارينه محمصه، الا راكو تشوفوا فيها ما راهيش بيضه. شوفوا
لا ديفيرونس ما بين هذه وهذه محمصه ليجيرمون. كيفاش حمصتها؟ كي تكون هكا كميه قليله حكموا مقله وحطوها فوق الفرن وتبداو تحمصوا فيها. كي تبداو تحمصوا فيها تحسوها دارت حبيبات كما نقولوش غلط تبركز، معليش ما تخافوش منهم، كملوا معاها غير بالعقل على نار قليله لانه تتحرق باغابوغ للسميد، غير تحطوها فوق النار تكون الحاله سخونه تتحرق لكم. دونك لهنا واش راني نقول، حمصوها ليجيرمون على نار قليله، الا كانت كونتيتي كبيره شعلوا الفوق على 180 درجه، حلوها في السنيوه تاعكم تاع الفوق وحطوها. لازم تكونوا تخدموا شغل، ماشي زعما الواحد يروح يرقد ويخليها تتحمص، هي راهي تتحمص نتوما تروحوا ليها وتقلبوها. تاخذ لكم واحد الساعه في الفوق، وشنو كي تكون كونتيتي كبيره، كي ما تكونش كونتيتي كبيره مثلا انا هكا نحمصها في المقله باش ما نقعدش نستنى في الفور ساعه كومبليت وهي في الفوق. الفوق على 180 درجه، لا عندكم فونتيلي ديروه فونتيلي، ما عندكمش فونتيلي ما ديروش فونتيلي، تشعلوه نورمال وتشعلوا لها 180 ولا 160 درجه سا ديبون الفوق تاعكم لا سخون ولا لا، وتخلوها هي راهي تتحمص وانتم راكو تحركوا فيها باش تعطينا هاد لا كولور. كاين اللي ما يحمصهاش، لكن صدقوني الوصفه الاصليه تجي بالمحمصه وتجي بنينه. شوفوا كاوكاو محمص مع الفارينه محمصه حيعطي لكم واحد الذوق رائع. قلنا كيلا سمن، كيلا ناقصه واحد الاندوا هكاك تاع السكر، اللي يحبها فريمون حلوه يدير كيلا سكر. عندنا كيلا تاع كاوكاو محمص ومرحي، شوفوا انا نحب نخليه شويه هكا خشين باما وش خشين، حكمت غربال نحيت له هذاك اللي فريمون رقيق وخليت هدايا اللي يطلع لي من الفوق باش كي ناكل نحس هذاك الذوق تاع الكاوكاو ماشي لا بودغ تاع الكاوكاو. فوالا عندي عطر الزبده، لهنايا عندي الفانيلا حنديرها في كامل الغريبيات، وعندي لهنا كاوكاو من الفوق للتزيين، وعندي عطر زبده فانيلا. فوالا نحكموا لهنايا السمن، لهنايا اللي ما عندهمش سمن بون ماشي ما نقولوش اللي ما يحبوش السمن لانه الوصفات التقليديه كامل بالسمن. اللي ما عندهمش السمن واش يديروا؟ دوك نجيب لهنا المارغارين قدامكم. فوالا كاين ناس في ليترونجي ولا في بلايص ما عندهمش السمن، دونك نعطي لكم اسيوس. بون كاين ماشي ما كاش، مي يا دي ريجون اللي ما عندهمش سمن. انا يبعثوا لي ناس في فرنسا يقولوا لي اكزومبل هنا ما عندناش سمن، ولا واش ديروا؟ تحكموا مارغارين. فوالا انا عندي لهنا مارغارين ماني، فوالا نحطها هنايا نديروها الدوب. فوالا لهنا هذه اسيوس برك باش تتحصلوا على السمن. اللي ما عندوش لهنايا سمن يقدر يخدم بهذه الطريقه، اللي عنده سمن او يكمل يخدم به عادي. نجيب ان بول هنايا باش نفرغ في هذيك المارغارين ديالي. فوالا لهنا ندوبها كاريمون، نخليها تذوب، بعد ما تذوب نقول لكم واش نديروا لها. الوغ لهنايا واش قلت لكم، عندي السمن كيلا تاع السمن. بون الكيلا ديروا واش تحبوا، قال زعما انا حبيت غير 10 حبات ندير كيلا صغيره، حبيت كونتيتي حنا كونتيتي نكيل بهذا لو بول الكبير، كل واحد باش يحب يكيل سا ديبون لا كونتيتي اللي كو حابينها. شوفوا انا درت بالكاس هذاك العادي، خرجت لي لا بلوبار فيها واحد 25 حبه. سما لاكو حابين قل ديروا كيلا صغيره، لاكو حابين بزاف هذاك الكاس العادي اللي ما فين كيلو به تخرج لكم من 22 هكا حتى ل 25 حبه، باش تعرفوا مثلا وحده حبت تخدمها كوموند ولا تعرف شحال تخرج. ولي ديروها بوغ لا بروميير فوا ديروا غير هكا بالكيلا صغيره باش ما كيما نقولوا تجربوها، الا خسرت لكم قال ما خسرتوش بزاف المقادير. فوالا واش ندير هنايا؟ ندير هذاك السمن مع الكيلا هذيك ناقصه تاع السكر. فوالا ندير فانيلا، ناخذ اول اتصال نهار اليوم. الو الو وين في الخير؟ مساء النور، واش راكي لاباس؟ واش راكي انت يا بخير لاباس؟ الحمد لله يعيشك. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. معك نور مبليده. نعم قلت لك نور مبليده. مرحبا نور، واش راكي بخير؟ والله يا سامع لاباس الحمد لله. كيفك مليحه؟ الحمد لله سوال عليكم. الحمد لله. كاش برد كاش تلج في الشريعه؟ كاين صحتكم؟ يسلمك تعيشي. قولي لي اتفضلي. نبيا معليش ندومونديك سوب تاع الشيفلوغ ولا تاع البسباس؟ سوب تاع الشيفلوغ ولا تاع البسباس ان شاء الله ما يكون لا خاطرك. وشوفي شاف نبيا حبيت نسقسيك حاجه. تفضلي. الفارينه الكامله. نعم الفارينه الكامله. ها اسكو
نحكوا الفرينة كما أسكن نقدروا نديروا بها زعما مثلا نديروا بها تاكوس، نديروا بها لي سوفلي. بيان سور تقدري ديري بها كلش، ميم لي غاتو ديريها بها. وشنو؟ هذه اللي حابه كنت حابه نزيد نسقسي. شوفي قال حبيتي ديري صابلي ديري بها، لي تاخت ديري بها، انا لا ديغنيغ فوا لي شتيني هنا بحصه درت بها تاخت وسيترون. تقدري ديري بها كلش، وشنو لازم تحملي هذاك لوغو تاعها شويه ناشف. واحد مريض ايه بسكو انا نستعملها نديرها مطلوع هذاك اللي درتيه. ديري بها واش تحبي، شوفي ديري بها المطلوع الخبز تاع التاكوس. بصح كيما مثلا زعما تاكوس لي سوفلي لي كاتو حبيت نسقسيك، ما حبيتش ندير راسي. شوفي هي ديري بها كلش في الخبز، قال زعما تحقي كاس ما كي تكون الفارينه كامله تحقي شويه اكثر من كاس. فارينه نورمال ايه هي تشرب شويه. تشرب فوالا. وفي لي كاتو يخدموا بها لي كاتو تخي تخي بيان. بالنسبة للناس اللي تبعد الرجال يخدموا لي صابلي الغريبية يديروا بها كلش. مام لي كاتو تاع الطابع. تقدري ديري بها كلش، شوفي باك تجيك شوية صعيبة في الخدمة لأنه هي ناشفة. إيه ناشفة. وفي البو ثاني تجي شوية ناشفة. أوكي. فوالا. هذه هي. يعطيك الصحة أختي تبارك الله فيك. شكرا. ميرسي ربي يعاونك إن شاء الله. بسلامة. صح. صح. أنا نتحمس لهاد الاتصالات اللي بداو يسقسيو. يسقسيو شغل في المفيد على الوصفه ولا كش حاجه اللي يستفادوا منها الناس ديجا. شوفوا لهنايا هذه بالنسبه هذه ما حندير بها والو، راني نوريلكم برك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السمن يحكموا المارغارين ولا زبده. كاين ناس تحب الزبده، انا عندي لهنايا هديه بالزبده راني دايرتها من بعد نفهمكم ثاني تحبوا ديروا بالزبده. تحكموا المارغارين تاعكم ولا زبده ذوبوها فوالا ندوبها عادي. بعدوش ديروا تحطوها في الكونجيلاتور، هي دو بريفيرونس زعما عندكم خدمه اليوم ديروها لافاي ذوبوها وحطوها في الكونجيلاتور. غدوا من داك كيفاش راح تلقاوها ديروا لها هكا تقبوها هكا بالموس ولا بالملعقه وسيحوا كاع الماء اللي فيها، تلقاو فيها الماء ولا كانت زبده راح تلقاو فيها جوغ داك الحليب هذاك اللي يطلع من الفوق هو اللي خسر لنا الوصفه. الغريبيه ما تحبش حاجه من الديه وما تحبش حاجه فيها الماء، هذا علاش طيح لكم الغريبيه في الفوق. كي ديروا مارغارين المارغارين فيها الماء هذاك الماء بعدا مع طيب راهو رايح يحبط لكم الكاطون. دونك حنا واش نديرو نخدموا بالسمن لانه السمن ما فيهش الماء، ولا لي ما عندهمش السمن يحكموا المارغارين يدوبوها ويحطوها في الكونجيلاتور. انا من لما جيت خلاص ليميسيون لا كانت جمدت شويه نوري لكم الماء اللي حنحيولها كامل تلقاو فيها كميه كبيره تاع الماء، هذيك الكميه تاع الكبيره تاع الماء هي اللي تخسر لكم لي كاطو ديالكم. شوفوا نحي هذا ونحطها ديريكتومون هنا باش تمتم تجمد لي. ما تجي تخلص لي ميسيون نكون وريت لكم ابوبخي الكميه تاع الماء اللي فيها، هذيك الكميه تاع الماء هي اللي تخسر لكم لي كاطو ديالكم. فوالا لهنا قلنا عندنا كيلا سمن كيلا ناقصه صباع تاع سكر كلاص، درت فانيلا مليح ندير عطر الزبده، هذا ماشي عطر زبده هذا زبده فاني برك انا نقول له عطر الزبده. انا ما يخطينيش هذايا الريحه تاعو مبهره كما يقولوا. فوالا ودرت لافاني درت عطر الزبده القرصه تاع الملح ما تنساوهاش في نحوسوا على الملح الا حبيتوا بك عطوني الملح ماشي ضروري مي الا حبيتوا عطوني. فوالا لهنايا القرصه تاع الملح باش تعدل لكم الذوق تكونوا تاكلوا الغريبيه ما تجيكمش مالحه. قلنا لا حبيتوها السكر حلوه بزاف ديروا كيله كامله تاع السكر، واللي ما يحبش السكر بزاف يدير نص كيله تاع السكر. واش نديرو نخدموها مليح بالباتور حتى تولي بيضه ولو فوليوم تاعها يدوبلا. فوالا نخدموها قلنا تري تري بيان. تخدموا والفوليوم تاعها راهو يطلع من قبل شوفوا ما كانش هذه الكميه شوفوا كيفاش بيادت والخليط راهو يطلع. شوفوا لهنايا ما ديروش كيما انايا، انا باش نحبس برك الباتور عليكم وما ندير لكمش الحس راني طلعتها غير شويه في الدار ما تعجلولهاش لا عندكم بيترا ارموا وجدرت هنايا وخلوها تدور في بيترا قد ما تطلع
قدمة الغريبية تاعكم تجيكم خفيفة وتجي بنينة. لهنايا كي نطلعوا داك السكر والاخر الغريبية كي تكونوا تاكلوا تحسوا الهواء فيها، لانه داك المارغرين والسكر خدمناهم اون كريم. لهنا شوفوا قلت لكم كانت كمية قليلة تالمون ضربوا ضربوا تبدا تبيض ولا لا كونتيتي تاعها تزيد، عرفوا بلي الكاطو تاعكم راهو رايح يجيكم ناجح. هلا نزيد ندربها شوية. شوفوا لهنا راني حنحبس غير باش بون هادو نسحقهم نخليهم هنا. قلت لكم راني حنحبس غير باش ما نديرش عليكم الحس بزاف بالباتور، لانه كي يكون باتور ما نقدرش نهضر بزاف. دونك نتوما في الدار خلوها تطلع حتى تشوفوا القوام تاعها هكا ولا كريمي، ماشي زوج دقائق ثلاثه، هي صح في زوج دقائق ثلاثه حتولي كريميه بصح مازال ما ولاتليش خفيفه. فوالا دونك قد ما تخلوها تطلع قد ما تعطي لكم نتيجه احسن. لي ديروا بالكونتيتي على بالي بلي الناس عندها لو بيتخان، لي الناس تخدم لي كونتيتي والاخر ديروها في البيتخان وخلوها تطلع 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 قد ما تطلع قد ما تعطيكم نتيجه احسن. لي يكون كونتيتي قليله ولا ما عندهمش البيتخان يخدموا كيما خدمت انا بالباتور. لهنايا بعد ما درت طلعت هذا الخليط الاول واش ندير؟ بنفس الكيله انا كيلت بهذا الاخر ندير كيله تاع كاوكاو محمص ومرح. لهنايا تحبوا ديروا بندق ولا جوز ولا لوز، لكن هاد الغريبيه تجي بالكاوكاو محمص والذوق تاعها مع عطر الزبده والفارينه محمصه حيولي ذوق رائع. دونك ما يشقاوش تروحوا ديروا لوز ولا بون. كاين ناس ما تحبش كاطو بالكاوكاو، مي لي كاطو سك نحمصوا لهم الكاوكاو راهم رايحين يجوا بزاف بنان. فوالا شوفوا لهنا كي ندير الكاوكاو نخلط هكا بك تخليطه خفيفه، الكاوكاو يتحمص عطر الزبده فانيلا فارينه محمصه راهم رايح يجي واحد الاذواق رائعه. فوالا هم يقولوا لي كاين اتصال ولا مانيش نسمع مليح. فوالا لهنا نخلط هذاك الكاوكاو مليح ونجيب الفارينه. الفارينه نكيلها ثاني بنفس الكيل اللي درت به. شوفوا اون جينيرال هما يقولوا باللي هذه الوصفه يجوا فيها 3 كيلات فارينه، تقدر 3 كيلات تكفيكم تسيو حبه طيب ما طيح لكمش كوم تقدر ما تكفيكمش. دونك انا لهنايا نحب نشوف عيني ميزاني اون بليس باش ما يجينيش هذاك الترمال بزاف، انا نروح حتى 3 كيلات ونص. دوك نوري لكم ابوبخي الخليط مع الاول كي تكونوا ديروا في داك الخليط حتحسوا شغل زبده في يديكم، قد ما تزيدوا الفرينه قد ما يبدا ينشف في يدكم. هي معليش الغريبيه تنشف في يدكم، غير تحكوها ما بين يديكم راهي راح تولي نورمال. دونك 3 كيلات انا نحس باللي شويه مخصوصه للاخر. دوك نخدمو ونشوفو. فوالا ناخذو الكيله الاولى قلنا الفرينه محمصه، ناخذو اتصال. الو الو مساء الخير. مساء النور. كي راكي ناديه غايه؟ صافا الحمد لله، وانت يا بخير؟ لاباس لا الحمد لله يا ربي. لا الحمد لله كي راكي كي مليحه كي اكرام الحمد لله يا ربي. سوال عليكم راكي وحدك؟ اني وحدي تحياتنا ليها. يبلغ الله. قلت لك كي بيسقف ليك ناديه تفضلي. خاصني وصفات للاصحاب لانيمي. خاصك وصفات سمعت مي مع لمن ما سمعت؟ لانيمي 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 ربي يشافيك ان شاء الله. انا راني اون سيت هي عندي لانيمي، هي بغيت زعما وصفات ما حسيتش زعما شناكل شندير ما عرفتش. ان شاء الله نحاولوا نلبيو لك الرغبه ديالك. صحيتي ربي يخليك ناديه. ان شاء الله ربي يشافيك. امين يا يطلعك على خير ان شاء الله يا ربي. لا يعاونك لا يعاونك امين ربي يحفظك. شكرا امين يعطيك الصحه. بون لا ديرنيغ فوا تاني عيطت وحده قالت لنا على وصفه تاع لانيمي، قلت لها نزيد نسقسي لك. شوفوا كاين واحد السيده بعثت لي ان شاء الله تكون تشوف فيا دوكا، تعاود تبعث لي ميساج عطاتني وصفه هكا خفيفه تاع لانيمي نقراها لكم اون ديريكت. ان شاء الله تبعث لي هذيك السيده لانه انا خاطيني ما نعرفش تصالح. مي كاين بزاف ماكولات اللي فيهم معادن زعما هكا استيوس على الساعه فايس هكا نخلطوهم. راني شافيه قالت لي العدس محمص والعسل الحر وايتو، مي زعما اكزاكت ما شفيت. ان شاء الله راهي تشوف فينا تبعث لي في الميساج نقراها لكم على المباشر. مي حوايج لانيمي يقولوا زعما الكبده العدس هادو كامل مفيدين لانيمي. الجو دورانج كلش كلش مليح يدب عليك مادام شغل ربي خلق هذيك الحاجه على بالو علاش خلقها. الجزر عنده الفوائد تاعو، القرعه عندها فوائد تاعها،
حاجه الانسان قد ما ياكل نحاولوا ناكلوا اوما زوج خضر زوج فواكه في النهار، قد ما ياكل فاكهه وخضره في النهار ما يخافش على صحته. فوالا نولوا للغريبيه ديالنا. قلنا الغريبيه هاديه ترفد 3 كيلات، مي تقدر تروح حتى 3 كيلات ونص. انا راني درت زوج، ندير زوج ونخلط مع نزيد الكيله الثالثه، الا خصتني نزيد شويه فرينه عاديه. فوالا كيله نورمال ماشي بومبي، راكم تشوفوا فيها غاز كما يقولوا، نديرها ولهنا الخدمه تولي بيدي. فوالا شوفوا الريحه تاع هاد الغريبيه، الكاوكاو مع داك السمن والافاني يولي الطعم تاعها رائع. فوالا نبدا نلم هنايا، كون حتحسوها شغل ناشفه ولا تما تعرفوا باللي الفرينه سي بون ما تزيدوش. صح الا ما نشفت لكمش لهنايا فوزات اوبليجي تزيدوا لا فارين. لهنا قلت لكم 3 كيلات يقدروا يكفوا، كم يقدروا ما يكفوش، ثم تروحوا حتى 3 كيلات 3 كيلات ونص، سا ديبون الفرينه ديالكم. وديروا في بالكم لهنا الفرينه مهما كي تحمصت راهي تشرب، لانه خلاص نحينا لها شغل هذيك لوميديتي اللي فيها. شوفوا كيفاش راني نحك فيها. لهنا دو بريفيرونس نجيب جفنه، عفوا فوالا حققت عصي جامي غبره ولا فوالا نحبط هذا الخليط هنا. شوفوا كي تخدموا في باتور ديروا ريسيبيون صغير ولا لو بول ابيترين، كي تكونوا حديروا هكا بيدكم حاولوا ديروا فيه كسعه ولا هكايا جفنه ولا تولوا تحكوا فيها. كي تكونوا تحكوا شوفوا راكم راحين تحسوا الزبده ولا السمن هذاك في يديكم. لهنايا كي تجيكم هكا مرمله شغل تجيكم ديفيسيل باش طموها، شوفوا راهي شغل كي اللي راهي تتشقق هنا تعرفوا باللي الفرينه تكفي. مي تقدروا جوسكا 3 كيلات حتى 3 كيلات ونص. شوفوا انا ننصحكم انا جوسكا مانا الغريبيه نخافها، ماشي كامل ماشي غير الغريبيه، جو بريفير تكون عندي خدمه، لانه الفرينه اليوم تشريها مليحه غدوه تشريها ماشي مليحه، كنت تعرفوا لو مارشي دوكا. دونك واش ديروا هاكو تخدموا هنايا، شعلوا الفرن طيبوا حبه، ما حبطت لكمش كملوا الوصفه، حبطت لكم زيدوا لها فرينه. ناس بكري هكا كانوا يديروا باش ما يخسروش الحاجه. فوالا نحكها هكا مليح. فوالا شوفوا هي راهي مرمله، راكو تشوفوا لهنا هي مرمله، بصح كي تحكوا راهي رايحه تتلم لكم. شوف قد ما نحكوها شغل انا ندخلوا هذاك السمن في هذيك الفرينه. شوفوا لا كولور تاعها شحال شابه وريحتها راهي تشهي كامل. تعرفوا الكاوكاو كي نحمصوه مع هذاك السمن يعطينا طعم رائع. فوالا نحك هكا مليح حتى تتلم لي هذيك العجينه. شوفوا من قبل ما كانتش تتلم دوكا راهي تتلم. انا راني نشوف لهنا باللي كفاتني الفرينه، مانيش راح نزيد الفرينه. فوالا نكمل نحكها هكا مليح. فوالا لهنا هاد الخطوه ضروريه ديروها باش تعرفوا الى الغريبيه تاعكم مخصوصه فرينه ولا لا. لا فوالا لهنا شوفوا هاي تلمت لي، مقبي ما كانش تلم، دخلت هذاك مليح هذاك اللي دام في شوفوا تولي شغل تتشقق. يعني انا بديتها بصح لابول راهي تتشقق، معناتها هنا الفرينه خلاص ما نزيدش. فوالا هاي نزيد نحكها مليح. شوفوا قد ما تحكوها قد ما تعطيكم نتيجه احسن. مثلا خدمتوها هكا ورحتوا مع باليش درتو كش حاجه ولا كنتو تخدموا في شغلكم لقيتوها نشفت، عاودوا حكوها ما بين يديكم، ما راهو رايح يصرى لها والو. قد ما راكو تحكو قد ما راهي تتلم. شوف فوالا هذه الخطوه ضروريه قلنا في هاد الغريبيه، ماشي غير زوج دقائق ولا تحكوها كما بين يديكم وتحبسوا، كاباب طيح لكم الغريبيه في الفور. دونك قلت لكم دو بريفيرونس سيو، سورتو الغريبيه هذه لو كنتو حديروها اول مره من المستحسن تسيو، باش الا خصتكم انا شو بريفير نخسر حبه ونخسر 10 دقائق وقت وما نخسرش الوصفه ديالي. خصتكم زيدوا سواء فرينه محمصه سواء فرينه بيضاء، لكن على باز الفرينه اللي نستعملوها على هذه الغريبيه تكون محمصه. فهمتكم مليح كيفاش نحمصها. فوالا نحاول نطمن العجينه تاعي. فوالا راني نحك ونطم فيها كريات كريات. قلت لكم هذه الغريبيه يديروها بزاف صحاب الشرق، شوف هنا في الوسط يديروها بزاف ولا لا مليحه هكا في العيد الصغير ولا العيد الكبير ولا، وماشي مكلفه الوصفه ديالها. فوالا فوالا شوفوا هاي بدات تتلم. فوالا
شوفوا لهنايا كما نقولوا نمحروها شغل بيدينا هكا حتى تتلم. فوالا هاي تتلم معايا. انا جو بريفير نديرها شويه ناشفه باش كي نكون ناكل ما يجينيش داك الترمال بزاف، لانه ماشي لا بليبار يحبوا هذاك الترمال في الغريبيه. كي تزيدوا لها شويه الفرينه راهي رايحه تترمل لكم. نستقبلوا هذا الاتصال ونكملوا الوصفه ديالنا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. واش راكي لاباس؟ صافا الحمد لله، وانت بخير؟ والله انا لاباس نحمد ربي. اختنا ديال واش الاخت اكرامي مليحه؟ الحمد لله، يسقسي عليكم الخير. الحمد لله. سمية غاب حتى على الاستوديو. تحياتنا ليها. سمية اخي كيما على بالكم راه قريب عرسها، راهي مع التحضيرات والاخر. ان شاء الله تتزوج وتتهنى. ربي يهنيها العاقبه لك ان شاء الله. ان شاء الله في حياتكم ان شاء الله تتزوج وتتهنى وتعاود تولي لنا بخير يا ربي. ان شاء الله يا ان شاء الله. نعم واش راكم بخير؟ الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. اخت شفنا بها يعيشك، معليش تعاودي لي المقادير تاع الغريبيه. داكوغ، دوك كي نكون فاصوني فيها نعاود. على بالك عندها ماما شحال وهي تقول ديري لي برك الغربيه داك تاع الفرينه المحمصه ولا زيد لاغوسات. ها هيا هاي جاتك لاغوسات حتى لعندك. تعيشي برك، عاودي لي المقادير. داكوغ اوكي. ايه واش راكي لاباس؟ الحمد لله. ما قلتيلناش منين؟ الحمد لله. معليش تحيه صغيره برك. والله ماني نسمع فيك. معليش تحيه غير صغيره برك. صح، قولي لي انت منين وشكون ومن بعد جوزي التحيه تاعك. نسيت على بالك، نسيت كامل راح في بالي. نعم؟ ما قلتش كامل ما انا منين. ماشي نسمع، واش قلتي لي؟ الو الو وي. ايه غنية من الخضارية. مرحبا غنية، واش راكي بخير؟ والله غالية بس. ماماك صافا؟ وجهي لها تحية يماك. يعيشك يعيشك. هيا تفضلي. تحية للأم ديالي وسلفتي ما فيكم دوكا. تحياتنا ليهم. عايشة. كل أخت أخت ماليش نزيد نقول تحية. أنا صغيرة صغيرة. عليك أنا فرحانة المو. أنا حاسة بك راكي بانيك يا. نعم. راكي بلا بانيك. أنا بلا بانيك. معليش. كيفاش كرحت حكمتكم شديكم اليوم؟ صافي بليزر كي حكمتينا تفضلي. نعم. قلت لك صافي بليزر كي حكمتينا تفضلي. عايشك لو بليزر يبارطاجي. يسلمك يعيشك. نقدم تحية لأخت تاعي أونتي كافي. نادية. الو منش نسمع فيك مليح، عم يقولوا لي الاتصال انقطع. تحياتنا ليها. نولوا للوصفه ديالنا، نغسل بوك يديا ونولوا للوصفه. قلت لكم الكاطو غير ترونوا هكا بشويه فرينه وحشلوا يديكم باش تعرفوا الا مخصوص فرينه ولا لا. لا شوفوا راكم تحسوا فيها راهي شويه ناشفه لهنايا. انا قلت لكم هكا نحبها ناشفه، علاش؟ باش ما طيحليش في الفوق، وقد ما تجي ناشفه قد ما يجيناش هذاك الترمال بزاف. فوالا الوغ نشلي لي يديا ونعاود نولي نكمل الوصفه ديالي. اش بونس نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. لهنا مازال ما درنا والو، ديباراسيت بك لو بلان دو طرافاي تاعي. الكاطو خدموا هكا، خدموا لاباط نحوا ما عنها، شلوهم تجي خفيفه، نيطواي البلان تاعكم ولوا الكاطو باش تحلى لكم كي تكونوا تخدموا الكاطو. ما تخدموش الكاطو وانتم مهروجين، دراري يتبعوا فيكم ولا طياب ولا الكاطو وحده يقدر ما ينجح لكم. زوج راكم الحين تولوا تكرهوا الكاطو كي تخدموه بهذيك لاباسون. انا رو ماركيت كي نخدم الكاطو بلا بريسيون ما يعطينيش نتيجه مليحه، بصح كي نخدمو هكا في الخاطر الواسع ونقايته يعطيك نتيجه احسن. الكاطو اعطيلو يعطيلك، هذه هي. فوالا لهنا نجيبو الغريبيه تاع الكاوكاو ديالنا. قلت لكم لهنا كنت تحسوا فيها شويه ناشفه، انا نحب نشفها هكا باش ما تحبطليش في الفوق. شوفوا لهنا مع انه درت 3 كيلات فقط تاع فرينه، لو كان درت كثر راهي رايحه تنشف لي اكثر، بصح لو كان نحب نروح معاها بيدي بالعقل 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 حتى يروحوا لها هاد التشقاق. فوالا بون لهنا ما راهيش ناشفه، شتوني درت 3 كيلات فقط. هي شوفي ترفت لكم من 3 كيلات ل 3 كيلات ونص. لهنايا نورمالمون بكيس بلاستيكي، انا ما عنديش لهنا كيس بلاستيكي، معليش راني حنخدم هكا. جيبوا العجينه تاعكم هكا،
هذه الغريبيه كما يقولوا بالكاس برك تقدروا ديروها. نعاود الوصفه للسيده اللي عيطت دوكا قالت لك نحوس على الوصفه تاع الغريبيه هذه. فيها كيلة تاع سمن معمره، كيلة تاع السكر ناقصه واحد الاندوا هذيك الكيلة تاع السكر، وثلاثة كيلة فارينة محمصة فوالا. عاوليك السكر كيفاش ناقص ابوبخي هنايا. حبيتوها ماشي حلوة بزاف ديروا نص كيلة، حبيتوها حلوة بزاف عمروا الكيلة تاعكم تاع السكر. لكن الكاطو قد ما تنقصوا الحلاوة قد ما مليح للصحة ديالنا. قلت لكم كيلة تاع سمن، كيلة ناقصة تاع السكر، كيلة كاوكاو محمص ومرحي، وثلاثة كيلات فارينة محمصة. نقدروا نروحوا حتى ثلاثة كيلات ونص ولا ثلاثة كيلات وزوج ملاعق هكاك ابوبخي لافاني وعطر زبده فانيلا. بون هذايا بارفوا تبعثوا لي تقولوا لي ضروري ماشي ضروري في الوصفه. فوالا ندير هكا الشكل هكا نفتحها ما نديرهاش رقيقه. انا الغريبيه تعجبني كي تجي عاليه. فوالا مي يقولوا لي كاين اتصال. فوالا استقبلوه. الو مي شوفوا واحد يغد كي ما يحكمش صح، اللي يغد بزاف كي يحكم وما يقدرش يهضر. فوالا لهنايا قلت لكم تحقوا هذه غير بالكاس تقدروا ديروها، سينو هكا بالمول هكا مدور تاع صابلي ولا بالكاس. زمان يديروها غير بالكاس هكا ابوبخي مدور ويطبعوا، ماشي لازم يكون عندكم هذا الطابع. فوالا شوفوا نحو شويه هكا نحيها هكا باش نشكل الشكل تاع الهلال. سما ندخل لاباط لداخل ونشكل الشكل تاع الهلال. نرفدها هكا غير بالعقل. تحبوا ديروا بابي كويسون ولا ديروا، ما انا نشوف فيها بزاف لي دم ماشي لازم ندير لها البابي كويسون. فوالا شوفوا لهنا مالغي راهي ناشفه شويه بصح راهي تطبع لي، شغل مانيش خايفه منها. انا او كونترير نحبها ناشفه شويه باش ما تحبطليش في الفوق باش ما تجينيش مرمله بزاف، لانه كي تجي مرمله بزاف ماكوش حان تقدروا تاكلوها. اللي عندهم المول تاع الهلال هكايا واجد يقدروا يطبعوا به، اللي ما عندهمش هذه اسهل طريقه. وشنو تجي شويه عاليه هاد الغريبيه، قلت لكم هذه اسهل طريقه ولا بالكاس. فوالا نعاود نلم هاد لي شويه نزيد عليهم شويه لافات. فوالا دوكا مي يطبعوها شغل هكا بالمول تاع المعمول، يطبعوها بدي مول هكا نورمال. بصح انا هاد لو موديل كلاسيك يقعد دائما في قلبي، نحب حاجه هكا تراديسيونيل. كاين حاجه نقدروا نبدلوها، مي كاين حاجه شغل تقعد في القلب هكا حلوه نخلوها في الهلال. هم يقولوا لي كاين اتصال نستقبلو. الو الو مساء النور. مساء الخير اخت ناديه، واش راكي؟ مساء الخيرات، واش راكي بخير؟ والله لاباس، راكي منوره الشاشه. يعيشك يعيشك، هذا نورك حبيبتي. راكي تهبلي الله يبارك. يسلمك، شكرا. يعيشك، بارك الله فيك. يبارك فيك. على الشيء اللي تقدمي لنا فيه الاخت ناديه. يسلمك بلا جميل حبيبتي، هذا الواجب ديالي. وانا في الحفلات ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يعيشك وخي لاباس، ما عليكمش صباح الحمد لله. شوفي ما عليكمش، هذه سطيف قسمطينا باتنا. قسمطينا قسمطين. قسمطينا الله يبارك. جسور معلقة. أنعم من الأخت نادية. أنعم؟ بس مدينة جسور معلقة قسمطينا. مرحبا بك خيار الناس، أنا عشقي لهذيك المدينة. مقبل قلت لهم شفت صباح في لي ستوري قسمطينا، قلت لهم قلبي هكا ولا يخبط. أنا عشقي لهذيك المدينة. أرواحي بك عندي نادية. إن شاء الله والله دائما ندير بروجرام باش نجي، مازال ما كتبش المكتوب. ارواحي نعطيك التليفون تاعي نخليك في الفلاريجي. ارواحي مرحبا بك. شكرا لعزيزه، ربي يحفظك. ربي يعيشك وخيمة عليك الاخت ناديه. الحمد لله. ماماك ماليها سؤال عليكم، عجبتك الغريبيه اللي درتها اليوم؟ الله يبارك. نديروها الاخت ناديه هذه. نتوما ديروها بزاف. بارك الله فيك. ميم حنا في باتنا نديروها بزاف. احنا ثاني نديروها في قنطينه بزاف. الله يبارك، ديروها بنفس الطريقه كيما درتها انا. والله الطريقه تاعك بعديك هكذا. هاي الحمد لله. عايشك الاخت ناديه، واش راها الثوميه ما عليهاش؟ الحمد لله تقصي عليكم الخير. ايه بشرى شاف مريم سمينا كامله عليهم. يسعدك الخير يوصل. عايشك الاخت ناديه، ربي يعينك وبارك الله فيك. يسلمك، شكرا حبيبتي. راكي في القمه. تعيشي علي مقامك ان شاء الله. عايشك اختي العزيزه. السلام عليكم سمينا لا ماماك. يسعدك الخير، تعيشي يعطيك الصحه حبيبتي. سلامة شكرا. تحياتي ليها. شوفوا دائما يبعثوا لي يقولوا لي قلتي قسنطيني وتحبوا قسنطينيه. انا يشوفوا انا نحب كاع بلادي شرق غرب الصحراء، ماذا بيا نزورها كامل. بصح ما فهمتش نحب قسنطين، كاين شغل هكا مدن ما باليش، عندنا عشق ليهم ماشي غير قسنطينه. نحب غردايه، نحب قسنطينه ونحب تلمسان، مع انه شغل بلادي بات هنا وتربيت في العاصمه وكلش. بصح كاين مدينه هكا شغل تخطفك، مدينه الجسور المعلقه كما قالت السيده، شغل محافظين على التراث، مدينه الثقافه، هكا شغل. سي بوغ سا انا نحبها. تحياتي الكامل الولايات تاع بلادي. فوالا
ندير لها هكا. شوفوا راهي تجيني شويه، ما انا ماش تجيني صعيبه بصح نتوما بالك يتبان لكم صعيبه، انا بالعاني نشفها شويه قلت لكم باش ما تجيش مرمله كي تكونوا تاكلوا، وقد ما تقعد دايم كي تكون مرمله بزاف 3 ايام 4 حيدخل لها الهواء شوي تندى لكم الكاطو ماش حيشد لكم. نشفوها مليح بالفارينه، والفارينه محمصه راهي راح تقعد لكم جوسكا 15 جو، ولا تقعد على بالي في دي بواط ما يصرى لها والو. فوالا راني كملتها لهنايا، بقات لي هاد شويه نكملها قدامكم. قلت لكم تقدروا تطبعوها بالمول تاع المعمول ولا اي مول حبيته. انا هذا الكلاسيك نحب نخليه هكا قلت لكم. فوالا لهنايا هادو ما تحبوا تعاودوا تطبعوهم حبه، تحبوا ديروهم في المول، تحبوا ديروهم مدورين تولي ليكم. انا خليها هكا فقط ومن بعد ندير لها شويه تاع الكاوكاو. لهنايا نروحوا للتزيين، التزيين يكون خفيف ظريف. واش فيه لهنايا؟ فيه شويه ماء، نجيب الماء ماشي شرط ندير لها بلون دوف ولا شويه ماء راهو رايح يكفي. فوالا نسحق ان بانسو وبيان سور الداخل درت لها كاوكاو، من الفوق راني حندير لها كاوكاو. كاين اللي يحب يرمي لها بيستاش من الفوق يزينها بالبيستاش، هذه تولي ليكم. ولا الداخل ديروا لها كاوكاو من الفوق تبدلوا لها كيما انا لهيكا درت نص بالكاوكاو ونص درتو بالبيستاش. ماشي لازم زعما يكونوا عندي مكسرات بزاف باش نديكوري الكاطو ديالي. فوالا ندهنها هكا، ما ندهنهاش بزاف وماشي شويه اسما باش يلصقوا لي هذوك المكسرات، مكسرات اللي هما كاوكاو محمص ومرحي شويه خشين. فوالا كاوكاو كي يتحمص خلوه يتحمص شغل بيان دوغي باش يعطي لكم بنه رائعه. الفارينه قلت لكم حمصوها، تحمصوها سوا في المقله سوا في الفوق كيما قلت لكم. لي كميه كبيره يدير عفوا درت بزاف الماء، سوا كميه كبيره في الفوق ولا تكون كميه قليله ديروها في المقله باش تعجزوا تشعلوا الفوق ولا تقعدوا تقلبوا فيها. فوالا ديكوريها هنايا بالكاوكاو من الفوق. الطياب تاعها كيفاش؟ انا نطيب الغريبيه على 150 درجه لهنايا، 150 درجه الغريبيه ما ديباسيش 20 دقيقه في الطياب. هذه هي راكم راح تشوفوها ولات حمراء تما تعرفوا باللي راهي طابت. 20 دقيقه 18 دقيقه راهي كافيه. 150 160 درجه انا في الدار الفور تاعي قاوي، 150 درجه تكفيني باش نطيب. اللي الفور تاعهم شويه بارد يقدروا يطيبوها 160 165 درجه. فوالا من الفوق قلت لكم ندير لها غير هكا الماء والكاوكاو، تزيين بسيط. تحبوا ديروا بيستاش ولا لوز ولا جو سي با ديروا لها واش تحبوا، لكن هذا هو التزيين الكلاسيكي ديالها. تحبوا ديروها في المول مثلا تاع المعمول، ومن بعد هذوك ليمون اللي فيه تقبام من الفوق تقدروا ديروا له كاراميل وتزينوه بالبيستاش ولا سا ديبون. فوالا هادو يبقاو اختيارات، انا نحب نعطيكم الوصفه ونعطيكم لي زيدي باش تحبوا تبدلوا في الاخر ديالها. شوفوا لهنايا انا راني حنطيبها، ما نسحقهاش طايبه مي راني حنديرها طيب باش تشوفوها معايا كي توجد، لانه ديجا راني مواسيه لو بلان ديالي. راني دايره الفوغ لهنايا على 150 ونخلوها طيب. فوالا نخلوها طيب وندوزو للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه نديرو غريبيه البندق. فوالا غريبيه البندق واللبلابي، راني حنديرها باللبلابي لانه كاين غريبيه ثاني تندار باللبلابي. اللبلابي دوك نقول لكم شنو هي. نودي براسي بق شويه هاد لو بلون، نحي هادي منها باش نزيد نخدم فيها. نستقبلوا اتصال، نجيب ريسيبيون هنايا. الو الو الو، مساء النور. مساء النور، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. كي راكي نسيا؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. شكون ومنين تعيشي؟ الو، شري نسقسيك على الغريبيه كيف فاتتني لا وصلت وبغيتها. والله ما سمعتك. الغريبيه، ها واش بيها الغريبيه؟ الو، غريبيه راه تعيشي من فضلك سمعينا من الهاتف ما تسمعيش من لاتيلي لانه ما راناش نسمعوا فيك. وي واش قلتي لي غريبيه؟ وانا دعي لا وصلت ساحه. واش من غريبيه اللي درتها دوكا؟ غريبيه اللي كيدير فيها دروك. دوك نعاود لك الوصفه ديالها. داكور صحيح. شوفي كونسونطري مع الوصفات اللي قعدوا لو طون، نعاود لك الوصفه اللي درتها ديجا. داكور داكور. ما قلتيليش شكون ومنين؟ والله ما سمعتك. منين انت يا وشكون؟
ولاية بشاش. مرحبا خيار الناس. الله يسلمك يخليك. يعيش ربي يحفظك. صحيتك. شكرا جزيلا. صحة سلام الله يعاونك. بسلامة ربي يحفظك شكرا. شوفوا نعاود الوصفة تاع الغريبية اللي طابت باش ما نخلطها لكمش. عندنا كيلة تاع السمن، كيلة سكر ناقصة أبوبخي واحد الأندوا، تحبوا ديروها حلوة ديروها كيلة كاملة، ثلاثة كيلات فارينة محمصة. الفارينة تحكميها ديرها في مقلة تتحمص ولا في الفوغ، تشعليه 180 درجة تخليها مدة ساعة في الفور. كي يكون عندك الوقت ترميها في الفور وقعديها كي تخلطيها كامين داك حلي خلطيها بالمغرف وخليها تتحمص حتى تشوفي اللون تاعها تبدل. اللون انت تحكمي فيه، كاين اللي يحبها فونسي كاين اللي يحبها كلير. انا نديرها وسط وسط تجي بزاف بنينه. الكاوكاو يكون محمص ومرحي خشين، درت فانيلا وعطر الفانيلا. هادو هما 3 كيلات فارينه، كيله ليدام وكيله تاع سكر ناقصه لافاني، وكيله تاع كاوكاو محمص ومرحي. الفارينه تقدروا تروحوا حتى 3 كيلات ونص. كي تولي شغل ما تقدروش تلموها تما تعرفوا باللي الفارينه راهي دات سواسوا. انا دات لي 3 كيلات مع انه البارح دات لي 3 كيلات ونص. صدقوا او لا تصدقوا، ابي قلت لكم ما ديروهاش قاعده. الفارينه اليوم تشرب غدوه ما تشربش. سيو حبه ابعتوها طيب، بعد ما تبعتوها طيب ما يصرى لها والو، طيبوا الحبه ديالكم. نجوزوا للوصفه الثانيه اللي هي غريبيه البندق. لهنايا واش عندي في هذه الغريبيه؟ عندي لو بور نوازيت. دوك نقول لك كيفاش نخدموا هاد لو بور نوازيت. نحكم المارغارين ونديرها الدوب. فوالا نديرها الدوب حتى تتحرق لي تولي لي مارون، يسمى هذاك الماء تاعها ينشف ويتبخر تولي لي هكا مارون. شوف هاش نسموها بور نوازيت لانه نحمصوها وتولي الريحه تاعها شغل نوازيت. كي تشموها تحشموا شغل ريحه هكا بنينه. لهنايا هذا نسموه بور نوازيت. دوك نوري لكم كيفاش نخدموه. عندي لهنايا كيله تاع بور نوازيت، كيله تاع سكر ناقصه، كيله بندق محمص ومرحي. البندق حمصته ماغون، قد ما تحمصوا لي نوازيت قد ما يعطوا لكم بنه رائعه. عندي لهنا كيله البلابي محمص. لهنايا شنو هو البلابي؟ الحميصه يحمصوها ويرحوها يتحصلوا على هذا البلابي. كاين لا عفوا كاين لهنايا فوالا نغسلها النار ونخليها تذوب في غردها وتتحمر ومن بعد نوريكم كيفاش. قلت لكم وسينو اللي ما عندهمش منا ومنا تلقاو الحميصه وتلقاو اللي يرحيوها لكم، حمصوها ويرحوها لكم. ولا عندكم الرحيوه هذيك سينو تحموا الكرانطيطه هذيك اللي تباع في لي ساشي، تحمصوها وتغربلوها باش ما تقعد لكمش فيها الحبيبات. هذا هو البلابي. البلابي سيحمص محمص ومرحي. ما عندكمش الحمص بفيش ترحوه اشروا الكرانطيطه حمصوها. سينو البارح في لوازم الحلويات لقيتها محمصه ووجدت تباع في دي ساشي. فوالا لهنا شوفوا المارغارين تلمو فيها الماء تقعد تترتق لكم لانه فيها الماء. لهنايا قلت لكم عندي لو بور نوازيت. وشنو هو لو بور نوازيت؟ سي مارغارين نديرها تذوب ونخليها شغل تتحرق حتى تحمر لي، نعاود نفرغها في العلبه تاعها نخليها تجمد غدوه من داك نخدم بها. عندي لهنا كيله تاع مارغارين بور نوازيت، نسموه بور نوازيت لانه نحمصوه حتى يولي اللون تاعو فونسي. عندنا لهنا كيله تاع سكر فانيلا وعطر الزبده، ونسحقوا كيله تاع بندق محمص ومرحي. تقدروا ديروا كاوكاو لوز جوز، قلت لكم حتى الموسم غريبيه البندق انا حنديروها هكا. ونسحقوا كيله تاع البلابي، ونسحقوا لهنايا زوج كيلات تاع فارينه. بون لهنا مازال ما كيلتش، نسحق زوج كيلات فارينه ماشي محمصه لانه راني محمصه ديجا البلابي، دونك ما كان لها نحمص هاد الفارينه. فوالا نديرو كيما درنا نفس الطريقه الاولى شويه بالباتور. نفس الطريقة الأولى ديروا السكر والمارغارين بور نوازيت تحمصوه باش يعطيكم ذوق رائع. كيفاش تحمصوه؟ نحطو يذوب ونخليه جوغ يتحرق لي شوية، شي يتحرق حتى يولي كحل حتى يولي ماغون تولي تشمو فيه ريحة بنينة. واش ديروا؟ تفرغوه في علبة ودون زان بول وديروه في الثلاجة، غدوة من داك تحصلوا على لو بور نوازيت اللي تحصلت انا عليه مقبل شويه.
تولي لكم ماغون لهنا تقعدوا طلعوا طلعوا كيما الوصفه الاولى حتى تحصلوا على خليط ابيض وخفيف. واش نديروا؟ الكيله تاع البندق، الكيله تاع البلابي. البلابي هو حمص محمص ومرحي، ما عندكمش تشرحوا الحمص الاخر، اشروا القرنطيطه وحمصوها فوالا. نخلطوهم هكا ونسحقوا زوج كيلات تاع فارينه، اون جينيرال 3 كيلات، مي تقدر ترفد لي اكثر. فوالا شوفوا حنتحصلوا على هاد لا كولور لانه البلابي هذاك راهو محمص والبندق محمص والمارغارين راهي محمصه. فوالا شوفوا لهنا المارغارين تاعكم واش تولي دير؟ تولي دير فقاعات، فقاعات الماء هذاك اللي فيها وينشف ينشف بعد تحمر لكم شويه، كي تحمر تنحوها وتردوها للثلاجه. نجيب لهنا الكيله اللي كيلت بها المقادير وندير لهنا درت كيله حمص نزيد زوج كيلات فارينه اللي هما يولي كلش ثلاثه. صدقوني هاد الوصفه شحال بنينه، تالمون البندق ولو بوغ نوازيت وهذيك الكرانطيطه تتحمص يجي بزاف الذوق تاعها رائع. درت كيله حمص وزوج كيلات فارينه لهنا. شوفوا الكيله هذه مازال باش نديرها، فوالا نلم هنايا بيدي فوالا. شوفوا لهنا مازال ما حمرتليش الزبده، كي تحمر شويه تولي ماغون تما اللي تنحوها، هذا هو لو بوغ نوازيت، يمد لكم واحد الذوق في الغريبيه رائع. لهنا لو بوت تاعنا علاش حمرنا هذيك الزبده؟ منها يولي الذوق تاعها مليح، منها يتنحلها الماء اللي فيها ولا الحليب اللي فيها. انا لهنا ما درتش زبده، درت بمارغارين ماني. فوالا نلم الخليط ديالي، تقعد لي ديك الكيله تاع الفارينه نبدا نزيد بالعقل. شوفوا لهنايا كي راهم زوج كيلات برك، راهي مازالها شغل زبده في يدي. فوالا شوفوا تحسوها شغل زبده في يديكم، شوفوا لا كولور تاعها والريحه اللي يطلع منها ما نحكي لكمش. نزيدوا الكيله الثالثه غير بالعقل، هي اون جينيرال قلت لكم 3 كيلات الى 3 كيلات ونص. نلمها ونشوف. فوالا فوالا نستقبلوا اتصال، نطلعوا على المارغارين ديالنا. الو الو مساء الخير ماريا. مساء النور، واش راكي؟ واش راكي سافا وانتي بخير؟ والله غير صافا الحمد لله. واش كيف الاحوال؟ واش راهي مختصوميه يعني كيف كامل لاباس؟ الحمد لله سوال عليكم امي يسلموا كامل عليك. الحمد يسلم عليهم من الخير. يعيشك. نشكرك بزاف بزاف ناديه. لا شكرا على واجب. لا شكرا على واجب حبيبتي. الله يبارك. ناديه اتفضلي. راح نقول لك الا تقدري ديري لنا دوباره. دوباره؟ اه اختي احنا حبينا طيح شويه برد ونديروا هاد المواكل، جانا يامات وعاود راح. ان شاء الله نديروها. ديروها؟ نديروها. ديريها ما تقدريش ديرها في هاد اليامات. نعم؟ ما تقدريش ديريها لنا في هاد اليامات. ان شاء الله نحاول نديرها. ان شاء الله ناديه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ناديه واش عليك تعاودي لينا الدرقه تاع الغريبيه دوك كيف كوبي تعاوديها لنا؟ واش من غريبيه؟ هذه اللي نخدم فيها ولا اللي خدمتها ديجا؟ هذه اللي راكي ديريها خاطرش على خاطرش ما سمعتهاش مليح مليح ناديه. دوك شويه نعاودها. تعيش وبارك الله فيك ناديه. فيك بركه بلا جميل حبيبتي. ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا تعيشي في حياتكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يا ناديه واش نزيد نقول لك؟ زيدي قولي. نزيد نقول لك اختي راهي تشوف فيك حاليا حاليا وهي اللي دوموند الدوباره. تحياتنا ليها. يا اخي ناديه. اوكي. منين انتيا؟ ها؟ منين انتيا؟ ام انس من بلديه مفتاح. مفتاح الله يبارك خيار الناس. يسلمك مرحبا نتصل بك ناديه يعني متصله وفيه. الله يبارك مرحبا بك. يسلمك تعيشي. يعيشك شكرا. يسلمنا على سومية تبارك عليها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وبارك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي في حياتكم. ان شاء الله. هيا وتهلاي لنا ناديه اختي وتهلاي في روحك وتهلاي على ليكيب. يسعدك الخير تعيشي يعطيك الصحة. بسلامة شكرا. الوغ نولوا الوصفة تاع الغريبية نعاودها لكم. كيلا بوغ نوازيت واش درت؟ حكمت المارغارين ودرتها تذوب حتى تحمصت، هاي ليك كيفاش جو سي با ولا تقدروا تحكموها لهم من الفوق، ونزيد نفرغها شوفوا حتى ولات ماغون، مش توليش ماغون أكثر من هكا، بون انتوما يتبان لكم ماغون هنا، لأنه راهي مدلمة في كسرونة، بصح كون نديرها في حاجة بيضاء
راهي راح تبان لكم، ما نقدرش نديرها دوكا تمتم لانه تقدر تكسر لي هذاك لو بول. نخليها تبرد شويه فقط ونديرها في لو كونجيلاتور. كي نديرها في كونجيلاتور دوم ديك حلقاها جمدت تلقاوها مارون، هذاك هو اللي نسموه لو بور نوازيت. فوالا نحطو يجمد. انا ما نحيتهاش من الكسرونه، علاش؟ باش ما خفت نديرها في لو بول يتكسر لي. هاي ليك المارغارين اللي دوبتها معاكم مقبل اي جمدت لانه كونجيلاتور حنا نزيدو له على جال ليميسيون. شوفوا ديروا لها هكا ثقب، راهو رايح يخرج لكم الماء. شوفوا هاوليك الماء، جو سي با لا تقدروا تشوفوه ولا، حتخرج لكم منها كميه تاع الماء. سيحوه ولا شوفوا بون، انا مازال ما جمدتش مليح. شوفوا لهنا حتلقاو طبقه بيضاء اللي راكم تشوفوا فيها، هذا هو الماء اللي خسرنا الكاطو. تحكموا موس، كي تخلوها تجمد راهو راح الماء وحده يطلع من الفوق وتنحوه. شوفوا هذا نحوه، هذا الماء راكم تشوفوا فيه هكا ابيض من الفوق، هذا ماء هاوليك هاو سايح راكم تشوفوا فيه. تنحوه، عرفوا باللي هذا ما هو اللي يخسر لكم الكاطو. كي تذوبوها هكا وتنحوا لها الماء تقدروا تخدموا به غريبيه، هذا يجي على شكل سمن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السمن. فوالا فوالا، نوليو للوصفه ديالنا. قلت لكم حكمت المارغارين حمصتها حتى ولات ماغون، ديروها تجمد غدوه من داك تخدموا بها. درت كيلا مارغارين كيلا سكر لافاني وعطر الزبده، خدمتهم مليح بالباتور، ومن بعد زدت لهم كيلا بندق محمص، ماشي لازم بندق، تقدروا ديروا كاوكاو. الا درتوا كاوكاو سموها غريبيه الكاوكاو، ولا درتوا غريبيه البندق دير سموها بندق، ولا درتوا بيستاش سموها غريبيه البيستاش. مي اغلب الاحيان تمشي مع البندق لانه البلابي هذاك راهو محمص، تسمى تمشي مع حاجه محمصه. الوغ قلت لكم درت كيلا تاع بندق محمص ومرحي، درتوا بلا قشور ما لقيتش بالقشور، بالقشور يجي بزاف شباب يمد هذاك لا كولور تاع القشره ديالو. درت كيلا البلابي محمصه وزوج كيلات تاع فارينه. دوكا نشوف ندير تيست بيدي، الا حسيتها ناقصه فارينه نزيد شويه فارينه، ولا حسيتها ماشي ناقصه نخلي خلاص نكمل نطبعها. لهنايا اني حسب اللي راهي مخصوصه شويه. شوفوا كي تخدموا هكا تحسوها شغل زبده في يدكم، دونك لهنا زيدوا. تسمى درت 3 كيلات، كيلا البلابي وزوج فارينه، واني راح نزيد تقريبا. شوفوا نحط الكيلا ونشوف شحال زدت منها. كما قلت لكم ما عندهاش مقادير مضبوطه، ندير ابوبخي شويه ونشوف. تحسوها شغل راهي تتفتت في يدكم تما تحبسوا الفارينه. لي زانغريديون تاعها كيلا بور نوازيت هي مارغارين، نحكموها نحمصوها ونعاودوا نرجعوها تجمد ونخدموا بها. كيلا سكر كلاصي ناقصه اندوا، وكيلا بندق محمص ومرحي، لافاني وعطر الزبده، كيلا البلابي اللي هو حمص محمص ومرحي، لا ما عندكمش اللي ترحي لكم الحمص اشروا الكرانطيطه هذيك وحمصوها وخدموا بها كيلا. ودرت زوج كيلات فارينه يسمى كلش 3، ودوكا راني نزيد. شوفوا دوكا كي راني لما نحس في القوام فوالا، شوفوا تقريبا دات لي 4 كيلات، ما 3 فارينه ووحده البلابي، لهنا ما داتليش 4. شوفوا قولوا كيلا غير ربع او ناقص فوالا. دونك لهنا ما تشوفوش ليا شحال ردت لي ليا المقادير، شوفوا نتوما الفارينه تاعكم شحال تشرب. كي تحسوها شغل هكا شغل تتفتت لكم في يدكم، عرفوا باللي الوصفه تاعكم ما راهيش مخصوصه فارينه. فوالا نروح نطلع على ديك الغريبيه اللي درتها ما نساهاش. فوالا شوفوا راهي قريب طيب، ما تفتت ما حبطت. علاش نقول لكم انا نجبدها شويه هنايا باش تشوفوها؟ انا نقول لكم نحب نكثر لها شويه الفارينه باش ما تجينيش مرمله وما تطيحليش في الفوق. فوالا ها هي ما طاحت ما حتى حاجه، هاكو تشوفوا فيها. بون ما عباليش وقتاش درتها، ما حسبتلهاش الوقت، نزيد نخليها شويه ونحيها لانه الفارينه شوفوا هي محمصه، البندق محمص، عندنا غير داك السمن ينشفلنا في الفوق والوصفه تاعنا راهي واجده. نروحوا لهاد الغريبيه تاع البندق، نوري لكم لو موديل اللي حبيت نديرها به، ولا غريبية البلابي كل واحد كيفاش يسميها. نحكم هكا شويه لافات، نحلها عاليه، انا نحبها عاليه هاد الغريبيه. كاين واحد لو موديل راهو يدور بزاف راهو طوندونس، دوك نوري لكم كيفاش يديروه. فوالا شوفوا برك شحال هو الوقت. فوالا ما ننساش روحي بالهضره. شوفوا لهنايا نحكم هذا المول يكون عالي شويه وصغير، نبدا نطبع به. فوالا
قلت لكم لازم يكون هكا شويه عاليه. نجيب ان بلاطو يروح للفوق ونستقبل اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم لاباس؟ صافا وانت بخير؟ الحمد لله. واش راكي شاف ناديا؟ الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. ميرسي بوكو بور توت لي ريسيت. بلا جميل حبيبتي، سام في بليزير دو بارطاجي. انا رانا نستفادوا بزاف دو توت فاصون. نعم نستفادوا منهم بزاف الحمد لله. سي سون اسم دي ريسيت ايكونوميك في المتناول كما يقولوا. الحمد لله. تو ميو. الحمد لله. يعيشك. بون هذه لا سي فو بلي هاد لا ريسيت الثانيه لاسمها برك جي با بري لو نو مي ما كادير شفتهم مي لو نو هذه غريبيه النوازات يسموها. داكور. غريبيه النوازات ولا غريبيه اللبلابي كل واحد كيفاش يسميها. اللبلابي داكور باسكو حطيت فيها الحمص مرحب. محمص ومرحب فوالا. داكور. جوست اون كيستيون. تفضلي. اسكو on peut conserver هذيك لا فارين محمصه pour une durée par exemple 15 jours ولا وي سي بوسيبل تحمصيها وتخدمي بها. شنو خبيها؟ خبيها شوفي كيما انايا هاد الصوالح نحطهم في لو بالكون. كي حمصتها ما درتهاش في لو بالكون، حطيها وين ما كاش ليميديتي باسكو لا سيس كي نحمصو فريمون في الريفريجيراتور. نو ما ديريهاش في الجدار لانه حتزيد دير لك شويه ليميديتي. جو بريفير هكا دون ان بلاكار ولا وين تكون نقيسها الهواء والشمس. داكور. لانه لا سيس كي نحمصو سي نحيو لها ليميديتي تاعها. نحيو لها كوا؟ ليميديتي تاع لا فارين، لا كونتيتي دو اللي كاين في لا فارين. داكور. احنا نشوفوها بهذاك التحماس. داكور. كي نحمصوها نورمال نحمصوها في دون اون بوال في لا كوزينيير. ولا في الفوغ. ايه فوالا. الفو تاع لا كوزينيير. وشنو هذه ما فيها؟ هذه ما فيهاش لا فارين محمصه. نعم؟ سينون دون ان بلاطو في الفوغ. ايه دون ان بلاطو سي بلو براتيك. شغل كي مشغوله ترميها تحمص دو طون زون طون طلع عليها. باغ كونتخ في عليها. باغ كونتخ في المقله تقعدي تعسي فيها. اوكي هي في المقلا قاعدين نحركوا فيها بلا سباتيو. فوالا هذه هي. كاش معنا حتى كيسيون ما قلتيليش شكون ومنين. مريم دو جيجل. مريم دو جيجل مرحبا خيار الناس. ميرسي. يعيشك. On vous remercie pour l'émission. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Vous pouvez passer le bonjour à Mademoiselle Soumia. Ok. يعيشك يسلمك. صحيت. ميرسي ميرسي شافي. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ميرسي ميرسي انفوار. شكرا على هذه الاتصالات. نحب قلت لكم اتصالات كيكونوا على ليميسيون سي جامي ننسى عفسا نعاود نفكركم فيها بلا الوغ. الغريبيه تاع اللبلابي ولا غريبيه البندق شوفوا انا طبعتها هكا قلت لكم راهي توندونس هكا يطبعوها بهاديه ويديروا لها شويه سكر وحبه بندق كيطيب ولا ديروها دي دوا هكايا غير بيديكم تشكلوهم فوالا. تحبوا ديروا لهم حبه بندق قبل ما يطيبوا ديروا لهم. فانا عندي هنا البندق فوالا. تحبوا ديروا لها هكا اون نوازيت وكي طيب نسوبودغيو عليها شويه سكر فوالا. الطياب تاعها كيفاش؟ نفس الطياب تاع الاولى 160 درجه 20 دقيقه. الغريبيه ما تفوتش 20 دقيقه في الطياب فوالا. هاي الغريبيه تاعنا هاي واجده فوالا محمره. الله الله فوالا. نجيبها هنايا شوفوا ما طاحت لي ما صرالها حتى حاجه فوالا. هاي والتحميره نتوما اللي ديسيديو. انا الغريبيه تعجبني كي تجي محمصه شويه. غريبيه البندق الطيب عفوا 150 درجه مده 20 دقيقه ما ديباسيش على 20 دقيقه. شوفوا الغريبيه نعطيكم اسيوس خفيفه كي تشوفوها بدات شغل حات تشقق اعرفوا باللي راهي طابت. غير تتشقق شويه معناتها خلاص راهي طابت الغريبيه. هذه اسيوس فقط. وشنو نتوما الفور تاعكم نتوما تعرفوا له سواء 20 دقيقه سواء تقدر حتى 15 دقيقه 18 دقيقه. يسمى الفور تاعكم انا قلت 150 بصح لي الفور تاعها بارد تقدر تروح حتى ل 170 درجه وتقعد تعس فيها. شوفوا لي ديال في الكاطوات انا شوفوا انا عندي اكثر من 10 سنين خدمه في الكاطو دائما سي يحبها كاطو لانه ما نديرش كونفيونس في لي برودوي. تقدر الفارينه ديرها بيا المارغرين ديرها بيا دونك دو بريفيرونس نطيب حبه خصتني نزيد فارينه ما خصتنيش خيرك يا ربي كما يقولوا ونديروها الطيب. نروحوا للغريبيه البيضاء ديالنا فوالا. هذه كملنا بعد نكمل انا نشكلها.
وين نعطيكم المقادير تاع الغريبيه البيضاء. لا لهنايا واش عندي؟ عندي لهنا كيلة تاع زبده، تقدروا تقولوا زبده. هذه الغريبيه البيضاء تجي بنينه بالزبده. انا لهنا ما درتهاش بالزبده، باش درتها؟ درتها بالمارغرين، ذوبتها ونحيت لها الماء. نفس الطريقه تقدروا ديروها بالسمن، لكن انا تعجبني كي نديروها بالمارغرين ونحول لها الماء تاعها، حيتولي الريحه تاعها بزاف بنينه. كيما ذوبتها قدامكم ونحيت لها الماء، تخلوها تعاود تطرى، لانه راه هي بسا كي درناها في الكونجيلاتور، وتعاودوا تخدموا بها. واش عندنا؟ عندنا كيلة تاع سمن ولا مارغرين نحينا لها الماء، ولا زبده تنحيو لها الماء ولا الحليب ديالها. كيلة تاع السكر عفوا ندير هنايا باش ندير بالباتور. فوالا عم يقولوا لي كاين اتصال نستقبلوه. الو الو مساء النور. مساء النور، اهلا شفنا بيها. صافا لاباس؟ صافا وانت بخير؟ والله لاباس الحمد لله. صافا الحمد لله، يسقسي عليك الخير. يعطيك الصحة على الوصفات اللي كتقدمي فيها. يسلمك بلا جميل، صح ايمانك ان شاء الله. الو تفضلي نسمع فيك. الو وصفات هايلة وفي القمة، يعني تعيشي قايمة بينا بزاف. يعطيك الصحة، خاصة الغريبية اللي كديري فيها، نعدوك نجربوها ان شاء الله. خبوها من الوصفات تاع عيد ما شاء الله. حابة نقدم تحية إذا ممكن. صغيرة فقط. تفضلي. حابة نقدم تحية إذا ممكن. قلت لك تحية صغيرة، تعيشي. أوكي، نقدم تحية لبابا اللي راه مريض، ربي يجيب له الشفاء. ربي يشافيه ويشافي كاع المسلمين يا ربي. يعطيك الصحة على الوصفات وشكرا بزاف. شكرا، تعيشي، يعطيك الصحة على هذا الاتصال. شكرا. ربي يشافي لها الوالد تاعها ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين. لهنا واش عندنا؟ عندنا كيلة تاع سمن ولا كيلة مارغرين نحيت لها الماء، ولا كيلة زبدة تنحو لها الماء. اللي عنده يقدر يدير بالزبدة، لأنه المذاق تاعها بالزبدة يجي رائع. هذه يسموها الغريبية البيضاء. أنا قلت لكم في الدار نحب نديرها بالزبدة، تذوبوها تديروها في أنبول، تحطوها في كونجيلاتور، ومن بعد تثقبوها تنحو لها كاع الماء ولا هذاك الحليب اللي فيها، وديروها وتخدموا بها. ولا اللي ما عندكمش ديروا سمن عادي. كيلة سكر ناقصة، فانيلا وعطر الزبدة، حنخدمهم كيما خدمت لي غوسيت الاولين. شوفوا لهنا انا مانيش نطلع بزاف، مانيش ناخذ وقتي في تطلع باش ما نصدعكمش بلو باتور، لانه ما نقدرش نهضر كي يكون لو باتور. لهنايا الوصفات تقريبا كامل فيهم كيلة يا سمن يا بغنوازات يا سكر ناقص اندوا، والفارينات تروحوا من 3 كيلات ل 3 كيلات ونص. تاع البندق شفتوها دات لي قريب 4 كيلات، تاع الكاوكاو دات لي 3 كيلات لانه الفارينه محمصه، تاع البندق البلابي اللي محمص الفارينه ماشي محمصه. لهنايا واش حنسحق؟ حنسحق 3 كيلات فارينه. شوفوا لهنا راهي محمصه بصح خليتها بيضاء، يسمى درتها فوق المقله، غير دات لي ديك السخانه وراحت لها لوميديتي تاعها ولا في الفوغ. يا ربي فوالا خمس دقائق. شوفوا اللون تاعها ما تبدلش، ماشي كيما الفارينه المحمصه الاولى، هذه شغل كيما نقولوا حمصتها غير باش تنحى لها هذيك لوميديتي اللي فيها. شوفوا اللون تاعها ما تبدلش، هي والفارينه العاديه راهم نورمال. حمصتها، حنسحق 3 كيلات ل 3 كيلات ونص. فوالا لهنا حمصتها باش ما تخسرليش. فوالا باش البقله عفوا الغريبيه ما تطيحليش. كي تحمصوا لهنايا الفارينه حتضمنوا الغريبيه ما تطيحلكمش. كاين اللي دوكا ولاو ما يحمصوش الفارينه، وشنو كي تشرو نوعيه مليحه تاع الفارينه؟ اون سي جامي تخافوا الفارينه تاعكم حمصوها. لهنا ما حمصتهاش، راكو تشوفوا في المقله شغل دورتها هكا واحد 5 دقائق ولا، ومن بعد غربلتها الفارينه. لهنا ناكد ونعاود نسيت هذه المعلومه، في جميع الغريبيات تكون مغربله ولا مصيره 3 مرات ولا 4، قد ما تصيروا الفارينه قد ما تعطي لكم نتيجه احسن. طلعت لهنايا كيلة تاع السمن ولا كيلة مارغرين نحيت لها الماء ديالها، مع كيلة ناقصه سكر، درت لها مارغرين، درت لها عطر الزبده والفانيلا. نروحوا لهنا نقدروا نسحقوا 3 كيلات الى 3 كيلات ونص. قلت لكم هذه المعلومه تاع التغربيل نسيتها، في كل غريبيه تغربلوا الفارينه زوج مرات او 3 باش تعطي لكم نتيجه احسن.
لهنا نحطوا الكيله الاولى ومن بعد نزيدوا الثانيه والثالثه نشوفوا عيننا ميزاننا. لهنا ناكد ونعاود هذه الفرينه محمصه ماشي حتى حمارت، لازم وسمها مغربيه بيضه، لازم تقعد لكم بيضه هالا، ومام في الطياب تقعد بيضه، ما لازمش يقيسها كاع هذاك الاحمرار شويه. اللي عنده قلت لكم الزبده يذوب الزبده يذوب زبده ويدير وينحي لها معها ويخدم بها هذه الغريبيه، تجي الذوق تاعها رائع. لهنا نرون هذا الخليط، ما تنساوش القرصه تاع الملح ديروها في كامل الغريبيات حتى تمد اعتدال في الذوق. هاني نلم هنايا ونشوف، عندي لهنا زوج كيلات هالا. لهنا القرصه تاع الملح كما يقولوا دير اعتدال، تاع زمان يقول لك للعين، العجايز تاع زمان يقولوا نديروا قرصه ملح للعين، لكن هي شوفي سبحان الله ما قراو شيتو يعرفوا، حنا لهنا كي قرينا ومع تجارب في الوصفات هي القرصه تاع الملح لتعديل الذوق، لانه الفرينه صامطه نديروا هذيك القرصه ملح لتعديل الذوق فقط. لهنا شتوني درت زوج كيلات تاع فرينه، دوكا نزيد الثالثه غير بالعقل، ممكن تدخل لي كامل هاد الثالثه ونزيد شويه، ممكن ما تدخلش. الفرينه اللي هنا ناكد ونعاود لازم ماشي محمصه حتى تنشف. لهنا الفرينه حمصتها برك باش دات هذيك سخانه هالا في المقله ولا في الفوق كما كنت نفهم فيكم مقبل. الغريبيه هذه تتحكم مليح كما الغريبيه الاولى هكا باليد باش تعرفوا ولا تزيدوا الفرينه ولا لا. لا شوفوا الاخطاء اللي نديروهم في الغريبيه، شوفوا راكو تشوفوا هكا تقولوا تلمت راهي واجده نروح نديرها، نتوما ديروها وهي تحبط لكم في الفرن. لهنا لازم تكون عندكم الشغل تحسوا بيديكم، كي راني ندير هكا راني نحس شغل مارغارين راهي هي اللي غالبه لهنايا. تما نكمل، نتوما كي تشوفوا هكا تقولوا خلاص هذه الغريبيه خلاص هي نشفت ليكم نزيد لها الفرينه، لا لا نزيد لها غير بالعقل ونشوف فوالا. لانه شوفوا الغريبيه سهل الممتنع، هي سهله كي تشوفوا سمن وسكر وفرينه، صح تغلطوا تنقصوا شويه فرينه تحبط لكم في الطياب فوالا، سهله بصح تغلطوا تخلصوها كيما يقولوا. نلمها هكا لهنا راهي تلمت لي سما دات لي 3 كيلات هالا، هاوليك القوام شغل كي تلموها تحسوها حتى تفتت تنشفوها مليح باش تجيكم هاد الغريبيه ما تطيح لكمش في الفور هالا. هالا نلمها شوفوا تتلم لي ديفيسيلمون، حلو كان ما نزيدش هذيك الفرينه واش حيصرى لي الغريبيه تاعي راهي رايحه تطيح. كي راهي تتلم لي ديفيسيلمون شوفوا غير هكا نخدمها تعاود تتلم لي، ما نخاف منها ما والو فوالا. شوفوا ها كانت تتفتت، هاني حكيتها ما بين يديا تلمت لي فوالا. نكمل نلمها كامل لهنايا دو بريفيرونس تحكموها وشغل واحد 10 دقائق وانتم تحكوا فيها ما بين يديكم باش تعطي لكم نتيجه احسن وتتلم لكم. فوالا لا بات طاحت لي كاع منا ومنا، هذه ما فيها لا مكسرات لا لوز لا حتى حاجه، غريبيه البيضة فيها فرينه محمصه ليجيرمون، فيها السمن ولا مارغارين نحينا لها الماء، وفيها الفرينه فوالا والسكر بيان سور الفانيلا وعطر الزبده. شوفوا نلم فيها غير بالعقل حتى تتلم لي، هاكو تحسوا فيها راهي تتفتت، انا نحوسها تفتت هكا باش ما تطيحليش في الفوخ، انه الغريبيه البيضة شويه صعبه تقدر تطيح لكم في الفوخ. نستقبلوا لهنايا مكالمه. الو 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 مساء الخير كيفاش النهار واش راكي بخير؟ والله لاباس الحمد لله، انت لاباس؟ الحمد لله والله لاباس الحمد لله، سقسي عليك الخير الحمد لله الحمد لله. معكم تقوى مفطيف. مرحبا ام تقوى واش راكي بخير؟ والله لاباس الحمد لله، انت لاباس؟ الحمد لله يا ربي سقسي عليك الخير الحمد لله الحمد لله يا ربي وجزاك الله خير. تفضلي ام تقوى. كنت متعتنا بوصفاتك. نعم قلت لك كنت متعتنا بوصفاتك. شكرا تعيشي. عايشك الغريبية تاع اليوم بربي ان شاء الله نجربوها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي جربيها وما تندميش. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. عايشك ربي يعاونك وبارك الله فيك. فيكي بركة شكرا. عايشك اسف نادية. تفضلي. عايشك حتى نسقسيك. ها تفضلي. كيف نحتفظوا باللفت في الكونجيلاتور؟ شو
شوفي انا عمري ما احتفظت بهم، على بالي في الصيف يحتفظوا بداك اللفت السعيدي ولا جو سي با كوا السعيدي بارك الله فيك. صح والله اوكي نيدي، على بالي بلي نقوه يديروه في كونجيلاتور، هذا واش نعرف. عايشك صحيت تعيشي، شكرا عايش بارك الله فيك يعطيك الصحه. صح شوفوا الناس اللي هنا اللي بالك يتسقسيو شنو هو اللفت السعيدي في الصيف، عندهم واحد اللفت يجي هكا مكور ماشي هذاك الطويل، عنده واحد البنه ويجي غير وقت قصير ويخلاص، يخبيوه هما بزاف في الصيف يديروا به البربوشه كما يقولوا، يخبيوه شي بار رمضان كش ما يديروا به ولا هما على بالهمش يديروا به، هذا هو اللفت السعيدي. سي بور سا يتسقسي المراه ماشي ما عندها تخبي كامل اللفت، اللفت السعيدي جو بونس عنده بيريود قصيره يجي فيها ويروح. لهنايا هاد الغريبيه لاباس تاعها هاي ديك في طاوله التقديم تجي مقروطه، تحكموا حربوش وتقطعوه قطع هكايا وتخدموها. دوكا ميبدلو لها ميديروها في المول تاع المعمول يديروها. انا عندي هذا المول هنايا فوالا هاي اللي راكو تشوفوا فيها، سواء مقروطه سواء درناها هكاك مدوره فوالا. انا حنخدمها بهدايا هاوليك شوفوا لو يبان بون، نخليهم حتى يكملوا ونوريه لكم فوالا. ديكوراتيف ماشي لازم، تحبوا ديروها عادي ديروها حربوش وتقطعوها مقيرقات مقيرطات. دوك نعطي لكم اسيوس واحده اخرى باش ما طيحش الغريبيه مزيه، فكرتها الغريبيه قبل ما تطيب تحكموها هكا كيما راني مشكلتها وتحطها في الكونجيلاتور تجمد مليح وديروها طيب. كي تجمد هذاك اللي دام راهو رايح يجمد لها ما راهيش رايحه تطيح لكم في الطياب. لهنايا شوفوا اني حاسه باللي هذه الغريبيه شويه نشفت لي، الا نشفت لكم بزاف تقعدوا تحكوا 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 فيها وتخدموها، الا حسيتوا بلي نشفت لكم بزاف ما كاش كيفاش تصوفيوها واش ديروا، تحكموا ما ورد في قسنطينه عندهم الماء ورد ولا دائما يديروا لها ملعقه منها للنكهه منها تعاود تلم لهم العجينه تاعهم. قلت لكم انا حاستها نشفت لي شويه، نقدر ندير لها ملعقه مزهر ولا ملعقه ورد باش تعاونكم شويه. شتو علاش قلت لكم الفارينه ما تقدروش تكلوا عليها، كوم تقدر تدي لكم 3 كيلات قمتكم تقدر تدي لكم اكثر. انا البارح هذه الوصفه دات لي 4 كيلات، اليوم دات لي 3، دونك ما كاش كونفيونس في لافارين تخافوا. الواحد واش يدير؟ يدير دائما حسابه يخدم غير بالعقل. لهنايا الا نشفت لكم هكا بزاف زيدوا لها ملعقه ماء ورد، تحكموها هكا كويرات توزنوها جو سي با 20 غرام 30 غرام كل واحد كيفاش يحب غاطو كبير ولا صغير. نروح معاها بهالطابع غير هكا بالعقل وين نشد الحبه تاعي دابور فوالا باش ما تشققليش ونطبعها هكا. لهنا بعد ما طيب واش ندير لها؟ لهنايا بعد ما طيب واش ندير لها؟ ندير لها شويه ورده ولا ندير لها شويه بيستاش ولا سا ديبون انتوما شنو حابين نديروا لها. لهنايا قلت لكم الغريبيه البيضه هذه تندر حربوش وتتقطع مقيرطات، عفوا نديروا لها هذاك الموتيف بالفرشيطه ونقطعوها مقيرطات. لهنايا الطياب تاعها هاد الغريبيه اللي يعرف وشغل ما يخافش من الفارينه يديرها دوك الطيب 150 درجه ما لازمش تحمر تقعد بيضه، هذا هو لو شارم ديالها الغريبيه البيضه. كي تبدا دير هكا شقوق من الفوق عرفوا باللي طابت، تلحق من 15 دقيقه الى 20 دقيقه، انا البارح دات لي 22 دقيقه فوالا. هاي اللي راكو تشوفوا فيها في لو بلان دو ترافاي، وكاين اللي قدامها بالفرشيطه مقيرطات، هذيك هي تاع زمان اللي يشلطوها هكا بالفرشيطه ويقطعوها مقيرطات. قلت لكم قبل ما طيبوها نيمبورت تحبوا تاع الكاوكاو تاع البندق البيضه، شوفوا هذه البيضه وتاع البندق لازم يدخلوا الكونجيلاتور هكا في البلاطو كيما فاسونيتيهم، دخلوهم للكونجيلاتور واحد 20 دقيقه نص ساعه يتجمدوا ديروهم يطيبوا باش الغريبيه تاعكم ما طيح لكمش، هذه اسوس باش ما طيحش الغريبيه فوالا. شوفوا حبيت نوري لكم هذاك لو بيغ نوازيت راهو مازال ما جمدش، لا غالب انا ذوبته مقبل باش تشوفوه لكن مازال ما جمدش، صح نوري لكم لا كولور ديالو فوالا. هاوليك لو بيغ نوازيت لا كولور تاعو شوفوا كيفاش راهو فونسي، هذا يسموه بيغ نوازيت. هاوليك لهنا جمد لي شويه شوفوا حتى تحصلوا على هاد لا كولور، هذا بيغ نوازيت حكمنا المارغارين درناها دوب دوب حتى تحمصت هكا، غدوه مداك تخدموا بها الغريبيه تاع البلابي ولا تاع البندق من اروع الغريبيات، الريحه تاعها بنينه والبنه تاعها ما نحكي لكمش. فوالا كملت كامل الوصفات ديالي، الغريبيه تدخل للكونجيلاتور البيضه وتاع البندق
تاع الكاوكاو شتوها ما دخلتهاش كونجيلاتور، هذه وتاع البندق لازم يدخلوا الكونجيلاتور على الاقل 20 دقيقه ولا نص ساعه، يجمدوا وديروهم يطيبوا. طياب تاعها 150 درجه مده 20 دقيقه. هذه البيضه ما لازمش تحمر، الا كنتوا طيبتوا مثلا انواع الاخرين ما ديروش البيضه معاهم، طفيوا الفرن خلوه يبرد، عاودوا شعلوه باش طيبوها، لانه ما تحبش الفوق يكون سخون بزاف حتبدا طيب لكم تحمر لكم بلا ما طيب من الداخل. غريبيه البيضه ما لازمش تحمر، والغريبيه اسوس خفيفه وقت تعرفوها بلي طابت تبدا تتشقق. الغريبيه كي تخرجوها من الفرن ما تمسوهاش، كي تمسوها حتكسر لكم حتى تبرد تماما باش نحيها. شوفوا لو كان نمسها، شوفوا انا حنكسر وحده قدامكم، نمسها تتكسر فوالا. دونك تخلوها تبرد تماما باش تقدروا تنحوها، اي سخونه لهنا ما قدرش نحيها، لازم تبرد باش تنحى الغريبيه. ان شاء الله كنت مديت لكم كاع لي زاسوس المقادير راكم تعرفوهم، راني عاودتهم لكم شحال مره. نروحوا فاصل قصير ونتلاقاو في طاوله التقديم. عدنا رجعنا لكم بهذه الطاوله المزينه، ربي يزين ايامكم ان شاء الله. لا الغريبيه تاعنا هاي الغريبيه الكاوكاو، قلت لكم التزيين يكون تحبوا فوالا ها هي بالكاوكاو. ليكيب ولاو يعرفوا كاع اسماء الكاطو، قلت غريبيه الكاوكاو لقيتهم بلون غريبيه الكاوكاو، يعطيهم الصحه. فوالا ها هي غريبيه الكاوكاو. التزيين يقدر يتبدل فقط يولي بالبيستاش من الفوق، كم تقدروا تنحوا لها زعما نقولوا الكاوكاو من الداخل وديروا لها بيستاج الداخل، يبقى اختياري. الغريبيه البيضاء هاي ليك قدامكم، تحكموها ديروها ان بودا وتشلطوها هكا شغل بالفرشيطه وتقطعوها مقرقات، هذه لا كلاسيك. وهذه انا حبيت نديرها بهذا المول اللي خدمته قدامكم، فقط درت لها شويه تزيين بالورد ولا شويه تزيين بالبيستاج. الغريبيه البيضاء لازم تقعد هكا بيضاء، لانه اسمها هكا الله غالب ماشي انا سميتها. غريبيه البندق هاي اللي شكلتها قدامكم، فوالا عفوا صاروا الحبه تاع البندق، فوالا هاي اللي درت لها شويه سكر كلاصي من الفوق ودرت لها حبيبات تاع البندق من الفوق، فوالا. لو دوزيام هام ليك هذوك لي بودان اللي درتهم صبيعات قدامكم وزينتهم بالبندق فقط، يعطيكم الصحة. شوفوا أنا حبيت نفكركم بك في هذه اللوبيا تاع الزيت، غدوة حندير بها أطباق، دونك إلا حبيتوا غدوة ديروا الأطباق اللي درتهم أنايا ما تنساوش تشروا اللوبيا تاع الزيت، هذه اللوبيا تفصاص، على بالنا بلي ما تكونش كاع الموسم وغالية، هذه تاع تفصاص راهي رايحة تعوض لكم اللي تشروها هذيك لافخيش، دونك شمخوها باش غدوة عندنا وصفات بها. نقول لكم يعطيكم الصحة، نتلاقاو غدوة إن شاء الله. عندي إهداء لزوج جيراني، معوشي بدر لانيفيرسير تاعو و يا ربي راح لي اسمه عبد الله، عبد الله تحياتي ليهم وقول لهم بون انيفيرسير. سلام لا جالي عبد الله، فوالا سلام.